يعني استمعت لما تحدث فيه ضيفاي الكريمان، لكن يبقى السؤال، يعني هل ممكن يتفائل المواطن ولو نسبيا ولو بشكل بسيط جدا، يعني انه الوضع القادم لن يكون بسوء الوضع الذي كان سابقا؟ شوف، هو لازم يتفائل، يعني ما عندوش خيار اخر، انه لابد يشوف انه القادم يكون افضل. لكن انا لما تكلمت بصيغه عامه، يعني انه هل لابد ان يتفائل تفاؤل الجنون؟ لا، ما مش منطقيه. في عندنا ازمه كبيره الان خانقه، اللي هي حرب روسيا، وبالتالي خلقت كثير من القضايا. في كثير من الدول المانحه الاوروبيه انسحبت تماما من اليمن، سحبت منحها بسبب الوضع اللي حاصل، تشتي توجه منحها الى 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 اوكرانيا، وبالتالي هذا كمان بيسبب ضغط مالي تلقائيا على اللي حاصل في اليمن. اسعار القمح الخام ارتفع 200 دولار في خلال شهرين، هذا تلقائيا، يعني تكلم لو انا اشتريت فقط قمح 174 مليون فقط بيكفيني 35 يوم. ففي عندي ضغوطات كبيره حاصله. الصوره اللي مش واضحه عندنا كمواطن او حتى كخبير اتكلم، انه لا يوجد بالنسبه لي الاطار اللي بتبدا تشتغل عليه، ايش اللي بيتم 1 2 3 وخلال كم بيتم. ما في شيء مزمن، الكلام هو عباره عن كلام عام الى الان. حتى الان الصحف الرسميه اللي تنشرها، لقاءات الحكومه اللي تعملها، اللقاءات اللي تقوم بها القياده السياسيه، حتى الان هي كلام عام. وكل الشيء اللي مفروض انا اتكلم على اداره ازمه في وضع شديد الاختناق بعد 8 سنوات من الحرب، بعد حوالي 11 سنة من 2011، وإلى لازلنا نتعامل بحبة حبة، سلمة سلمة، وفي إطار أزمة مش واضحة. بالتأكيد أنه ما بيحصلش اختناقات كبيرة بتحصل، ما تدريش في أي لحظة بتنصدم. أصحاب الكهرباء فجأة بينتظروا لما الشتاء يدخل علشان يحلوا. أنا متأكد أن الكهرباء ما بتحلش في يوم وليلة، وهذا أكيد، لكن أقل شيء أنه الإجراءات اللي أنا أتوقعها كشخص إداري أو شخص مختص، أنا بقول والله في إدارة أزمة، في مجموعة مختصين، في أصحاب مصلحة مختصين، هم اللي يبدأوا يشتغلوا، وبالتالي هنا بشعر بتفاؤل عام. أما اللي حاصل هو نفس اللي حصل في 8 سنوات السابقة، نفس الإجراءات، نفس السياسات، نفس التدريبات. بالتالي هذه المعالجات التي يقومون بها ليست كافية مثلا لمعالجة الوضع، يعني مثلا حتى لو أتت وديعة أخرى سواء سعودية أو إماراتية خلال أشهر قليلة قادمة، سنحتاج مثلا بعدها بعد كم شهر نحتاج إلى وديعة أخرى وهكذا. هي هذه المشكلة، أنه أنت الآن هو تكلموا على الإيرادات، أنا حجم إيراداتي انخفض. كان أنا أتكلم على إيرادات الدولة في 2014 اللي جاية من الميزان التجاري، الصادرات واردات، أنا معايا صادرات 7 مليار واردات 13 مليار. أنا اليوم مليار فقط صادراتي مقابل حوالي 15 مليار اللي هو الرسمي واردات. أنت معك حوالي 14 مليار عجز في الميزانية. ايش من رقم بيغطي هذا الفجوه الكبيره؟ حتى لو انا صدرت النفط الخام بكامله، هي بيعطينا 2 او 1.5 مليار في السنه، الغاز بكامله بيعطينا مليار فقط في السنه.